اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا
اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها
ولادتي ومواليه إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وأعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.